الله الرحمن الرحيم تبدأ المناظرة الكبرى. ما تعريف الإمامة؟ هل الإمامية قدرية في أفعال العباد ولا جبرية؟ يعني قدرية وجبرية. أنا حلالك في هما كلمتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مطالب بدليل قطعي صحيح صريح خالي عن المعارضة. أنا أريد تعريف الإمامة عند الشيعة. أنت هتفضل تسأل دكتور محمد عزيز. عرف لنا الإمامة التي تؤمن بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريف الشخصية. أنا ما أريد آراء الشخصية. أنا أريد التعريف من خلال التعريف ليس من خلال الحكم. أنا أعرف ولكن مش عايز أجاوبك. هل ابن مسعود يحلل ويحرم؟ هل الإمام يأتيه الوحي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رشح عليا رشح أبا بكر ليصلي بالناس؟ هل أنت قادر على إثبات إمامة علي بعد النبي مباشرة؟ لا أنا أعرفه ما أعرفش أكثر من كده. وعلي قال قد ارتضاه لديننا أفلا نرتضاه لدنيانا؟ مزاجي مش عايز أجاوب. أنت الآن تتهم عليا بالجبن. هل أنت مستعد أن تناقش وتثبت إمامة علي بن أبي طالب؟ تعرف إمام زمانك؟ أنت تعبتني يا أخي بقالك نص ساعة تسمع. ما الذي يأتي على الإمام أو ما هو ما هي علاقته بالله؟ مش هجاوب على السؤال ده. ما الفرق بين معرفتك للمهدي ومعرفتي أنا؟ وأنا جاي تسألني في امتحان ما تتكلم يا عم على الإمامة بقى. أهو أنت تؤمن بهذا القرآن؟ نعم. والذي يقول بالتحريف ماذا تقول فيه؟ ويبدو أن الأستاذ خالد مش مستعد هذه اللي. لا مش مستعد خلال هذه المناظرة. أنت المطالب بالدليل ليس نحن. مش قادر أفهم أنتوا عايزين. والله يا سيدي أنا مش عارف أنت جايبين الأستاذ ده منين بصراحة.